تبدو في الظاهر انك كناس فقير، وفي الباطن انا قدام عالم كبير جمع الحقيقه والشريعه وجمال الظاهر والباطن. الله يحفظك. في الحقيقه حسن ظنك عالي، بس انا واحد من عوام الناس ويمكن اقلهم. كاني مجذوب لحضره علمك وشئبت فن قرب من نورك. بص يا ابني، المبالغة في المدح مذمة. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه مرة كان قاعد في المجلس وواحد زود في مدحه وكان باطنه خبيث. سيدنا علي كرم الله وجهه قال له: أنا أقل مما تقول وأعلى مما في نفسك. كأنك بإيدك خنجر عايز تقتلني بيه، وتصرخ وسط الناس وتقول: أنا قتلت أبو حامد الغزالي الكافر. مفيش يا ابني حد معاه مفاتيح الجنة غير اللي خلق الجنة. أنت كأنك ماشي وأنت نايم. هروح أصلي. إزاي؟ هتروح تصلي ازاي وانت مفتون؟ هتسجد لربك ازاي وقلبك واكلاه الفتنه؟ انا اهون علي ان انت تقتلني بخنجرك، عم اشوف شاب مسلم واقع في الفتنه. انت بتشوفه وبتسمع من جن، اكيد هو اللي بيقولك وبيضللك. لو خايف عشان الجامع اتملى مش هتعرف تقتلني. بعد ما الجمع يفضى انا هستناك، بس انا اوعدك وعد زي اللي بعدك ما وعدك بالجنه والحور العين. انا اوعدك بجهنم، مش عشان قتلت ابو حامد الغزالي، لا، عشان انت سلمت روحك وقلبك لغير الله. زي عابر سبيل قتل